بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على هنكمل الأنيميا في السكند بارت. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على أسباب الأنيميا وقلنا مهم جدا نعملها كلاسيفيكيشن حسب الإنديسز والآر بي سيز عشان نعرف نحط ديفرنشال للكوز، واتكلمنا على إريثروبويتين بالتفصيل. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الأيرون هوميوستاسيس. إيه قصة بقى الأيرون ده؟ إحنا طبعا الأيرون لما شخص بياخد دايت بيبقى فيه أيرون بيحصل له أبزوربشن من الجي أي تي. الايرن لما بيبتدي ده اللي هو بيبقى موجود اللي هو سيرم ايرن بعد ما حصل له ابزوربشن من الجي اي تي، بيكون في بروتين في الدم اسمه ترانسفيرين. الترانسفيرين ده بروتين بيطلع من الليفر، بيكون طبعا بيبقى موجود فعلا عملنا كده بيبقى ليه سايتس كده، هي دي السايتس اللي بيبتدي يمسك فيها السيرم ايرن. فالسايتس ديت هي اللي هيمسك فيها الايرن وبالتالي يديني حاجه اسمها ترانسفيرين ساتوريشن، حسب السايتس دي ساتوريتد بنسبه ايرن قد ايه. فده الايرن ودي السايتس بتاعها يسموها توتال ايرن بايندنج كاباسيتي. فالسيرم ايرن لو انا حطيته عليها هيديني الترانسفيرين ساتوريشن، نقول ده 20% 30% 40% وهكذا. فيبقى ده الترانسفيرين ساتوريشن ده بيوريني هو بيعكس لي الافيلابل ايرن عشان يروح يشتغل في البومر. طيب الترانسفيرين ده بعد كده بقى ساتوريتد بالايرن هيروح فين؟ هيروح مكان من اتنين، يا اما هيروح للبومر عشان يبتدي يعمل لي عمليه الاريثروبويسيس ويبتدي يشتغلوا على الايرن ويعمل ار بي سيز، يا اما يكون الهيموجلوبين في الدم نسبته كويسه هو مش محتاج يعمل اريثروبويسيس فيبتدي يخزن ويعمل له ستور. الستور ده هيكون في حاجه اسمها ريتيكولو اندوثيليال سيستم، دي بتبقى ماكروفيجس موجوده في اماكن معينه زي الليفر وزي السبلين، يبتدي يحصل الستورج بتاعه خلاص، وهنا هيحصل عمليه الاريثروبويسيس خلاص. يبقى انا دلوقتي حصل ابزوربشن للايرن من الجي اي تي، مسك فيه الترانسفيرين خده يا اما وداه للبومار عشان يعمل اريثروبويسيس، يا اما وداه للريتيكولو اندوثيليال سيستم عشان يحصل ستورج. الستورج هنا بيكون على هيئه حاجه اسمها فيريتين، بيبقى فيه بروتين اسمه ابوفيريتين بيمسك فيه الايرن ويعمل لي حاجه اسمها فيريتين، ويبقى ده الستورد فورم اللي هو فيريتين. وان كان الفيريتين ده بيبقى فيه جزء منه موجود في السيرم عشان اما اقيس واقدر اعرف النسبه الموجوده في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. ده كده بالنسبه للابزوربشن اوف ايرن والترانسفير بتاعه في خلال الترانسفيرن عشان يروح البومر او الريتيكولو اندوثيليال سيستم. طيب ايه اللي بيحصل بقى عندنا في السي كي دي هنا؟ هنحاول قبل ما اشرحها هقول يعني افتكر حاجه كده واحنا ذاكر البطنه زمان شويه. كان في ديزيز اسمه برايمري هيموكروماتوزيس. البرايمري هيموكروماتوز كان بيحصل ايه؟ يقول لك ان بيبقى فيه اكسسيف ابزوربشن اوف ايرن من الجي اي تي بكميه كبيره جدا والسبب مش معروف، لكن ابتدي الايرن يبقى ديبوزيتد في الجسم خصوصا في اماكن معينه زي البنكرياس في عملية دايابيتس وفي السكن فيدي لون برونز شويه، ويمكن عشان كده الديزيز ليه اسم ثاني اسمه برونز دايابيتس. يبتدي الايرن يبقى الشخص ده عنده ايرن اوفرلود ويبتدي يعمل لي دامج لبعض الاورجنز اللي موجوده. وكان علاجه ان احنا نبتدي نعمل ريبيتد فينيسكشن من وقت للتاني او ندي ايرن كليتورز زي الديسفريوكزامين. طيب لكن كنا نقول ايه السبب اللي بيخلي الجي اي تي تبتدي تعمل ري ابزوربشن للايرن بدون توقف على طول؟ نقول مش عارفين. دلوقتي اكتشف انه في حاجه اسمها هيبسيدين. الهيبسيدين ده بروتين بيطلع من الليفر. كويس، ده ليه علاقه انه بالايرن ستورز اللي موجوده في البودي. فكل ما الستورز اوف ذا ايرن يزيد يبتدي الليفر يزود الهيبسيدين فكميته تبتدي تزيد. لما الجي اي تي تلاقي الهيبسيدين عالي تفهم ان الايرن ستورز عاليه فتبتدي هي نفسها تقلل الايه الابزوربشن اوف ايرن. لما الايرن ستورز يبتدي يقل الفيريتين يقل يبتدي الليفر يقلل البرودكشن اوف ذا هيبسيدين. فالجي اي تي لما تلاقي الهيبسيدين قليل تعرف ان انا عندي ديفيشنسي في الايرن فتبتدي تزود الابزوربشن اوف ايرن. اللي بيحصل في البرايمري هيموكروماتوزيس ايه؟ اكتشفوا ان الليفر ما بيطلعش هيبسيدين، في مشكله في الليفر مش قادر يطلع هيبسيدين، فدايما الهيبسيدين قليل. وبالتالي الجي اي تي لما تلاقي الهيبسيدين قليل هتفهم ان الستورز اوف ايرن قليله. رغم ان انا على البيشنز ده عنده اوفرلود من الايرن، فهي طول هي ملهاش علاقه غير بالهيبسيدين من خلال ريسبتورز موجود فيه بيمسك فيه، فيبتدي الهيبسيدين دايما قليل، فيبتدي الجي اي تي تزود الابزوربشن اوف ايه؟ اوف ايرن. لكن الهيبسيدين عمره ما هيزيد،
لان المشكله ما بيطلعش من الليفر، وبالتالي الجي اي تي مش فاهمه غير الهيبسيدين قليل، فهي عماله تزود الاي ري ابزوربشن اوف اي او الابزوربشن اوف ايرن من الجي اي تي، وعشان كده بيخش البيشنت في ايرن اوفرلود ويجي له الديزيز. طب ايه علاقه القصه بتاعت الهيموكروماتوز ديت بينا احنا في الانيميا في السكه دي؟ بس احنا كنا بنشرح يعني ايه هيبسيدين. الهيبسيدين لقيناه ان هو بيبقى ميتابولايزد واكسكريتد بالكدني، وبالتالي كل ما الجي اف ار يقل ويحصل بروجريشن اوف سي كي دي، معنى كده الهيبسيدين ميتابوليزم واكسكريشن بيقل، فبتدي نسبته تعلى في السي كي دي بيشنت، وبالتالي كل ما تعلى ها يبقى معنى كده الجي اي تي هتلاقي الهيبسيدين عالي، هتقول يبقى انا عندي ستورج قليل، فتبتدي ايه سوري هتلاقي الهيبسيدين عالي هتقول ان انا عندي ستورج كتير، وبالتالي هتقلل الابزوربشن اوف ذا ايرن. فدي اول مشكله بتقابلنا، ليه بيكون البيشنز دول عندهم ايرن ديفيشنسي. طيب الحاجه الثانيه انه لقوا ان الهيبسيدين ده وان اوف ذا اكيوت فيز رياكتنس. يعني ايه؟ يعني لما بيكون في انفكشن او انفلاميشن يبتدي الهيبسيدين يعلى. طب واحنا عندنا في حالات السيكي دي هتعتبر نوع من المايلد انفلاماتوري كونديشن، وبيبقى في دايما انفكشن، الريت انفكشن عالي، فنلاقي معظم الوقت بيبقى الهيبسيدين عالي، فبالتالي الايرن ابزوربشن يبتدي يقل. طيب احنا بس عشان النقطه دي مهمه، احنا يعني ايه اكيوت فيز رياكتنس هنشرحها دلوقتي كده. احنا عندنا مثلا لما بيحصل اي انفلاميشن في الجسم، سواء كان انفلاماتوري ديزيز مثلا روماتويد، اي انفلاماتوري ديزيز او انفكشن كرونيك انفكشن، بيبتدي الليفر يبتدي يزود انتاج بعض البروتينز ويقلل انتاج بروتينز ثانيه، فدي بيطلع البروتينز ده بيسموها اكيوت فيز رياكتنس. الحاجات اللي بتزيد بيقولوا عليها بوزيتيف اكيوت فيز رياكتنس، والحاجات اللي بتقل بنقول عليها نيجاتيف اكيوت فيز رياكتنس. البوزيتيف زي ايه؟ اشهرهم السي رياكتيف بروتين اللي احنا دايما بنقيسه، وفي حاجات تانية زي الهابتوجلوبين. احنا دايما الهابتوجلوبين ايه بيقل في حالات الهيموسيس لكن يزيد في اي كاكيوت فيز رياكتنس. في حاجات طبعا زي السيريلوبلازمين وحاجات بعض السيرم امايلويد ايه، لكن اللي بيعنيني هنا اللي هو الفيريتين وكمان الهيبسيدين. يبقى انا دلوقتي عندي ايه نقطتين مهمه، الفيريتين والهيبسيدين اللي هم بيهموني انا هنا في موضوع النهارده، دول يعتبروا واحد من البوزيتيف اكيوت فيز رياكتنس. في كمان حاجات ثانيه بتقل، يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا لقوا الالبومين والبري البومين وكمان الترانسفيرين، دي حاجات من البروتينات اللي بتقل لما بيكون في انفلاميشن، يبقى دول من نيجاتيف اكيوت فيز رياكتنس. طيب انا من الحاجات دي تهمني ايه؟ يهمني الفيريتين ويهمني الهيبسيدين ويهمني الترانسفيرين دول، وبالتالي وجود اي انفلاميشن هيبتدي يلخبط لي الحاجات دي، ممكن يزود لي دولت او ينقص لي دول. دي نقطه مهمه جدا نحطها في الاعتبار واحنا بنعمل الايه المانجمنت. اوكي يبقى نعرف بس الهيبسيدين بيبقى ميتابولايز واكسكريتد في الكيدني، وبالتالي مع البروجريشن اوف ذا سي كي دي والجي اف ار بي ال يبقى معنى كده نسبته هتعلى، وبالتالي الايرن من الجي اي تي هيقل. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الايرن ماركرز اللي موجوده في الجسم، ازاي انا اعرف كميه الايرن اللي موجوده، هل في نسبه كويسه عاليه قليله؟ ففي كذا حاجه. اول حاجه احنا الفيريتين احنا اتكلمنا عليه هو الاستورج فورم، في جزء منه في البلاد هو ريفلكتنج الايرن ستورز اللي موجود في الريتيكولو اندوثيريال سيستم. طيب بيحصل ايه هنا بقى؟ الفيريتين دايما القراءات احيانا هو بنشوفه هو ترانسفيرنس ساتوريشن اللي احنا قلنا عليه، دول الاكثر حاجتين احنا بنستخدمهم حتى في الجنرال بوبوليشن، لكن في الجنرال بوبوليشن بيبقى الدنيا ستريت فورورد، لكن احنا عندنا هنا الدنيا يعني صعبه شويه في الانتربريتيشن. الفريتين احنا دايما بنقول عشان يبقى عندي ايرن سورس كويس يكون اكتر من 200 ملي جرام في الناس اللي هم نون داليسيس بيشنز، او اكتر من 100 في الداليسيس بيشنز. الساتوريشن برضو يفضل ان هو يكون اكتر من 20%. دول فيها، وبالتالي انا لو لقيت البيشنز اقل من 200 في النون في السي كي دي نون داليسيس او اقل من 100 في الحاله دي انا برفعه، وبيبقى التارجت دايما اللي احنا بنعوزه بيبقى ما بين 200 الى 500. لو وصل انه هبتدي اعمل ريبليسمنت، لو وصل اكتر من 500 هبتدي اوقف، لكن بقدر باي حال من الاحوال ما يزيدش عن 800 عشان ما يخش في ايرن اوفرلود. والترانسفير ستوريشن دايما بنحاول ان نخليه دايما يفضل ما بين اكتر من 30 الى حوالي 40%، لكن طول ما اكتر من 20 هنبتدي ايه، اقل من 20 هنبتدي ندي ايرن، هنبتدي نتكلم عنه ليتر. دول اكتر حاجتين احنا بنستخدمهم.
في حاجة تانية اسمها هايبوكروميك ار بي سيز، بيشوف نسبة الهايبوكروميك ار بي سي دي قد ايه. فهو بيقول لك دايما ان احنا دايما بنخليها less than 6%. خلاص ده بيشوف نسبة الماتيور ار بي سيز. لكن في حاجة تانية اسمها ريتيكولوسايت هيموجلوبين كونتنت، بيشوف اللي هو ده بيرفلكتنج الهيموجلوبين كونتنت جوه الاماتيور ار بي سيز. فدايما احنا بنفضل نخليها اكتر من رقم معين اللي هو 29 بيكروجرام بير سيل نفسها. خلاص في حاجات طلعت تانية عشان تبقى يحسنوا، زي حاجة اسمها سي وان كانت مش افيلبل اول، هو سيرام ترانسفير ريسبتورز، اللي هو ده بيبقى موجود، الريسبتور ده بيبقى موجود في الاريثروبلاست جوه البون مارو، فاحيانا جزء منها يطلع بره فنبتدي نقيسه، وان كان ده مش موجود براكتيري كتير. احنا عندنا هنا مشكلة، احنا قلنا في الفيريتين، الفيريتين ده قلنا واحد من الاكيوت فيز رياكتنس، وبالتالي احيانا البيشنت يبقى عنده انفكشن، عنده انفلاماتوري كونديشنز، فيبقى الفيريتين عالي، فيبان ان هو ان عندي ايرن ستورز كويس، لكن الاقي الترانسفيرنس ساتوريشن قليل، وبالتالي هنا الانتربريتيشن بيكون صعب شويه. طيب دلوقتي هنبتدي نشوف موضوع الايرن ديفيشنسي. احنا الايرن ديفيشنسي عندنا حاجتين بنتكلم عنهم دايما، اللي هو حاجه اسمها ابسوليوت وحاجه اسمها فانكشنال ايرن ديفيشنسي. بلاقي في حالات الابسوليوت ايرن ديفيشنسي بلاقي الفيريتين بيكون قليل، ولاقي الترانسفيرنس ساتوريشن التي سات هنا بيكون قليل اقل من 20. كويس، لكن لما باجي هنا في الفانكشنال بلاقي ان الفيريتين نورمال او اور حتى عالي، وان كان ترانسفير ساتوريشن هنا اقل من 20%. ليه؟ هنا الابسوليوت خلاص ده عندي فيه نقص فعلا في الايرن، خلاص بدليل ان الفيريتين قليل، لكن هنا بيكون عندي فيريتين كافي وعندي ستورج محترم، لكن هنا بيبقى عندي الدومونت بيكون عالي جدا، ودول في الناس اللي هم بيبتدوا ياخدوا اريثروبويتين، فالاريثروبويتين بيحتاج سوبر فيسيولوجيكال دوزز من الايرن، فالايرن فلويد والريليس من الريتيكولو اندوثيريال سيستم ما بيكونش بالريت اللي محتاجه الاريثروبويتين عشان يشتغل، فبيخش في حاجه اسمها فانكشنال ايرن ديفيشنسي، يبقى ايه ترانسفيرين قليل وان كان الستورز هنا ايه عالي. في الحالات دي كلها هلاقي ايه؟ هلاقي ان الهيبسيدين دايما عالي، وبالتالي الهيبسيدين هنا هيكون عالي في الحالتين. في حاجه بقى ثالثه اسمها ريتيكولو اندوثيليال بلوكت او بلوك. بيحصل ايه هنا؟ انه احيانا لما بيكون في انفكشن او انفلاميشن يبتدي يحصل ان الريتيكولو اندوثيليال سيستم يحصل له حاجه اسمها بلوك، يعني نوت ريليسنج الايرن اللي فيه، يعني الانفكشن او الانفلاميشن بيعمل بلوك للريتيكولو اندوثيليال سيستم عشان يطلع الايرن اللي موجود، فيبقى انا عندي ايرن موجود في الجسم كويس، لكن مش قادر استخدمه، مش قادر استخدمه عشان الريتيكولو اندوثيليال بلوك. فبيحصل ايه؟ الاقي هنا انه زيه بالظبط الفانكشن، الاقي انه ان الفيريتين نورمال او عالي، وان كان ترانسفيرن هيبقى قليل، والهيبسيدين عالي. طب انا هفرقه ازاي ما بينه وبين الفانكشن؟ هنشوف الاذر ايه اكيوت فيز رياكتنس، زي مثلا عندنا سي رياكتيف بروتين وغيره، هلاقيه في الحاله دي ايه عالي. خلاص يبقى انا دلوقتي عندي ابسولوت ايرن ديفيشنسي وفانكشنال ايرن ديفيشنسي، وعندي حاجه اسمها ريتيكولو اندوثيليال بلوك. خلاص في هنا هيبقى في الابسولوت عندي الفيريتين قليل، لكن هنا هيكون نورمال او هاي زيه زي الريتيكولو اندوثيليال بلوك. وهفرق الاثنين دول مع بعض ازاي؟ الاقي بقيه الاكيوت فيز رياكتنس عاليه زي السي رياكتيف بروتين. طيب احنا دلوقتي عرفنا موضوع الايرن والديفيشنسي بتاعه. طيب احنا دلوقتي هنبتدي عايزين نعمل ريبليسمنت للايرن الناقص ده، هنعمل ايه؟ عندنا في كذا فورمز ممكن نبتدي ندي اورال او انترا ماسكولار او انترا فينس. الاورال طبعا اللي هي التابلتس، في حاجات عندنا حاجات كتير، عندنا مثلا حاجه اسمها فيرس جلوكونيت، وعندنا فيرس سلفيت، وعندنا فيرس فيوميريت. طيب هتفرق الفورم نفسه؟ قال لك بتفرق، اللي بتفرق في الاليمنتال ايرن اللي موجود. يعني انا دلوقتي لما يقول لي التابلتس دي 200 ملي جرام، 200 ملي جرام ايه؟ 200 ملي جرام فيرس سلفيت، 200 ملي جرام فيرس فيوميريت، لكن مش اليمنتال ايرن. الاليمنتال ايرن هنا بتختلف بحسب نوع الفورم. فالفيرس جلوكونيت الاليمنتال ايرن بيبقى حوالي 12%، وفي السلفيت بيبقى حوالي 20%، وفي الفيوميريت بيكون حوالي 33%. وبالتالي هنا لازم ابقى عارف كده الفورم ايه عشان اعرف الاليمنتال ايرن اللي موجود قد ايه. مشكلة طبعا الايرن ان هو ممكن يعمل لي جي اي تي مانيفستيشنز، خصوصا الكونستيبيشن، فدي بقى دي من الحاجات اللي بتعمل لي ليميتيشن. الابزوربشن بتاعه بيتاثر بحاجات كتير،
العاده السيئه بتاعتنا دايما ان احنا بنكتب بروتون بامب انهبيتورز او اتش 2 بلوكرز لكل البيشنز بدون داعي احيانا، فكل الحاجات دي بتقلل الاسيد، بتقلل الابزوربشن اوف ذا ايرون، او انه الابزوربشن ده بيبقى احسن لو هو بعيد عن الاكل، وبالتالي انت الناس بحب يدوب بعد الاكل على طول، فبالتالي الابزوربشن بيكون اقل شويه، او لو بيتاخد في نفس الوقت مع حاجات تانية زي الفوسفيت بايندرز بيقلل برضه الابزوربشن بتاعه، فدايما يبقى عاملين سيبريشن على الاقل 2 اورز بينهم. الحاجات دي كلها من الاورال. في بعد كده الاي ام، يمكن دلوقتي محدش بيستخدمه، كان بيستخدم الاي ام احيانا، واذا كان عنده دياليسز ممكن يعمل هيماتوم اذا كان بياخد هيبرين، فكنا نيجي نقول له لا تعالى في اليوم اللي ما فيهوش دياليسز عشان ما يكونش في هيبرين وما يحصلش هيماتوما، بيكون بينفول اي ام، الانافلاكتيك رياكشن عالي جدا، فدلوقتي محدش بيستخدم الايه الاي ام فورم دلوقتي. هنيجي بالنسبه للاي في، طبعا الاي في هو دايما اللي احنا بنستخدمه كتير في الوقت دوت، عندنا اللي هو عندنا هنا اللي هو الفيرس او ارن ساكروز المشهور عندنا هنا اللي هو الفيروساك، دي من الحاجات اللي احنا كلنا بنستخدمها، وفي اللي هو الارن ديكستران برضو من الحاجات اللي احنا بتستخدم، لكن ده قل شويه لان ده بقى افيلبل واسهل. طبعا امدكستراز نسبه الرياكشن او الانافلاكتيك رياكشن عاليه شويه 0.6%، يعني حوالي 6 في ال1000، وبالتالي هو محتاج تيست دوز انه الاول نستخدمه عشان الخوف من السايد افكتس بتاعته. لكن الارن ساكروز دلوقتي احنا ممكن نستخدمه بطريقه سيف شويه، الانافلاكتيك رياكشن ضعيفه جدا يمكن 5 في ال10000، وبالتالي حتى ريكومنديشن بيقول لك مفيش داعي ان احنا نعمل تيست دوز، وان كان احنا يعني كسيفتي اكتر بنبتدي نستخدمه. بيبقى في عندنا الامبول بيبقى فيه حوالي 5 ام ال، الام ال فيه حوالي 20، يعني الامبول بيبقى فيه حوالي 100 ام ال، احنا ممكن نحطه على 100 ام ال نورمال سلاين ونبتدي نديه على مدى 10 مينتس، ده بالنسبه للايرن ساكروز. فطبعا احنا السايد افكت جي اي تي سايد افكت بتكون ايه اقل من الاورال. طيب احنا ندي اي في ولا ندي اورال؟ قال لك والله اذا كان البيشنت على دياليسز لازم ياخد اي في، ما ينفعش الاورال مش هيجيب معاه نتيجه خالص، واذا كان هو بري دياليسز هو سي كي دي ستيج بيتابع معايا لسه في الاو بي دي، فالقلق في الحاله دي قال لك ممكن تبتدي اورال كترايل ما بين 4 إلى 6 أسابيع ونشوف إذا كان هيحصل ريسبونس أو لأ، وإن كان الغالب في معظم الناس ما بيحتاجوش وبتحتاج تاني تقلبه على أي في عشان تعمل الكوريكشن. طيب إذا كان البيشنت هنديله إريثروبويتين أو نديله إيسس، ده غالب من الأورا مش هيشتغل معاه، ولازم ياخد معاه لأنه بيحتاج سوبر فيسيولوجيكال دوزز أوف أيرون، وبالتالي لازم ياخد معاه اي في، لانه انت احيانا ممكن يبقى عندك الستورز باين انها كويس، لكن الاريثروبويتين نفسه والايسز نفسها بتبتدي تشفط كل الايرن اللي موجود، فانت بيبتدي على طول يقل جامد حتى لو كان نورمال وانت في البدايه. طيب في نقطه هنا احيانا قال لك انه الناس لما بيكون عندهم انفكشن، ودي نقطه بتقابلنا في الناس اللي بيبقوا ادميتد بيكون داخل باي نوع من الانفكشن، فقال لك انه الايرن نفسه الاي في ايرن ده بيقلل الفاجوسايتيك اكتيفيتي اوف ذا نيتروفيلز، وبالتالي نوت ريكومندد ان احنا نبتدي نديه اثناء الانفكشن، لكن نستنى لغايه لما الدنيا تتحسن وبعدين نبتدي نرجع الايرن تاني، واذا كان في يعني انيميا شديده ممكن نلجا ان احنا ندي بلاد ترانسفيوجن. طب بالنسبه للايسز هل وقفوا اثناء الانفكشن؟ قال لك لا بالعكس هو ممكن نكمله، بس بيحتاج دوزز اعلى شويه لان الانفلاميشن بيقلل الريسبونس شويه، فاحيانا بنبتدي نزود الدوز اثناء الانفكشن، وان كان في بعض البروتوكولز يقول لك لا خليك اثناء الادميشن ده خليك ماشي على ريجولار دوز، وبعد كده نبقى بعد الانفكشن نبتدي نغير في الدوز زي ما احنا عايزين. ده بالنسبه للفورمز اوف ذا ايرن اورال او اي ام او اي في. طيب لكن دلوقتي بقى في نيو فورمز من الايرن ما كناش بنستخدمها بالاول زي الاول، لكن دلوقتي ابتدت تطلع حاجات جديده زي حاجه اسمها فيركس تريت. الفيركس تريت ده واحد من الفوسفيت بايندرز الجداد. فالفيركس تريت ده فوسفيت بايندر بيستخدموه دلوقتي، فاحنا بنستخدم بنستفيد منه كفوسفيت بايندر، وفي نفس الوقت بنستخدم منه انه بيدينا ايرون، وده بيكون اورال. الحاجه الثانيه اللي هو الفيريك كاربوكسي مالتوز، ده بيكون انترافينوس فور، ده بيدينا دوزس بيدي هاي دوز في 1 انجكشن، يبقى الانجكشن حوالي 500 الى 750 مللي جرام، ممكن ندي اي في على انفيوجن، وممكن بعد كده نكرر بعد اسبوع ندي دوز ثانيه زيها، فده بيرفع لي الهيموجلوبين بكميه كبيره في وقت قصير، لكن هو خد لايسنس بس في البري دايلسيس بيشنس، لكن كدايلسيس بيشنس لسه ما فيش لايسنس لكده. فده النوع الثاني اللي هو الفيريك كاربوكسيمال دوز، هو اكسبنسيف شويه لكن بقى افيلبل، هو من الحاجات الكويسه اللي احنا ممكن نستخدمها كبري دايلسيس.
الحاجة التالية في حاجة اسمها فيريك بايروفوسفيت سيتريت، ده نوع برضو من الايرون احنا بنحطه في الدايليزيت، يعني مع الناس اللي بيعملوا دياليسيس هنحطه مع الدايليزيت مع الجزء اللي هو بتاع البايكارب. قال لك ان هو دوت ممكن يحصل اللي بيحصل له ديفيوجن للبيشنتس تاني، فيبتدي يقدر يعوض الايرون لوس اثناء الدياليسيس. احنا دايما في الدياليسيس بيبقى المتوسط الافريج ما بين البيشنت يفقد ما بين 5 تو 7 مللي جرام بير سيشن، وبالتالي هو ممكن يعمل ريبليسمنت للكميه ديت، وفبالتالي بيقلل النيد اوف ذا ايرون اند ايبو، يبقى ده موجود في الدياليزيت. طبعا ده من الحاجات اللي احنا ممكن حاجات النيو بتاعه الايرون. طيب دلوقتي هبتدي اتكلم على البلاد ترانسفيوجن. احيانا احنا في بيشنتس انا بكون عايز اعمل رابت كوركشن للانيميا، بيكون عندهم سيفير انيميا، بيكون داخل مثلا يعمل انفيزيف بروسيدر، هيعمل سيرجري، فانا عايز ارفع الهيموجلوبين بسرعه. بيشنتس مثلا عنده سيمتوماتيك انجينا والهيموجلوبين قليل، فانا عايز ارفع بسرعه، فببتدي ادي بلاد ترانسفيوجن، لان احنا قلنا رفع بالايرون والاريثروبوتين بياخد برفع ما بين جرام الى 2 جرام في الشهر، فبالتالي انا عايز حاجه سريعه، فبنلجا الى البلاد ترانسفيوجن. زمان كنا بنبتدي ندي الهول بلاد، يعني الدونر بيديني بلاد بيبقى اديله 1 يونت بيبقى فيه حوالي 450 ام ال، بديله ترانسفيوجن فده بيدي لي فوليوم لود، انا مش محتاج كل ده، لكن انا بكون احيانا محتاج بس الباكد ار بي سيز. هو طبعا الهول بلاد ده لو واحد مثلا في هيموريدج وانا عايز اديله هول بلاد ارفع عمل اكسبانشن، لكن عيان انيميك بس في سي كي دي انا كل اللي محتاجه باكد ار بي سيز، فبالتالي بديله باكد ار بي سيز بفوليوم اقل اللي هو 200 ام. الار بي سيز اللي هو الباكت لما دونر بيجي يديني بلاد بيبقى طبعا الار بي سيز الموجوده ليها اعمار مختلفه، ليها ايجز مختلفه. في الار بي سيز اللي برودوسد من 120 يوم فالنهارده او بكره هيبقى تاريخ وفاتها، لكن في حاجات لسه يونج لسه بقى لها يوم او اتنين فدي لسه مطوله معايا، وفي اللي بقى له 40 يوم وفي اللي له 50 يوم، فدايما الافريج بيكون الفاليديتي اوف ذا يونت بيكون الافريج تقريبا 35 يوم. طبعا الار بي سيز كل لما بتبقى ليه بيبقى ليها بريزرفيتيف، بيحطوا مع بريزرفيشن حاجات عشان يحافظ على اليونت، ودايما بيشيلوه في ماينس 4 ديجري. خلاص فطبعا كل ما كان لسه الار بي سيز فريش اكتر كل ما يديني نسبه هيموجلوبين اكتر، وبيرفع تقريبا من 1 يونت ممكن يرفع لما بين جرام جرام ونص الهيموجلوبين. الاف اف بي احيانا بنلجا له لما بنحتاجه، بيكون عندي مشكله في الكاجليشن مثلا او بليدنج. فالفريش فروزن بلازما، فريش فروزن بلازما يعني ايه؟ يعني ايه فروزن؟ احنا لانه بنشيله عند ماينس 30 فبالتالي هو بيبقى فروزن خلاص، وببتدي لما بجيبه ببتدي اعمل له بسيحه تاني عشان ابتدي اديه للبيشنت. فدي معنى كلمه فروزن. طب يعني ايه فريش؟ فريش معناها انه ان البيشنت انه الدونر اول ما ناخد منه البلاد بنبتدي نعمل له سيباريشن في خلال اول 6 ساعات. لو حللنا سيباريشن في اول 6 ساعات فانا البلازما بتحتفظ بالكلوتينج فاكتور بتاعتها فايبل، لكن لو زاد عن كده بيكون خلاص الايفكت بتاع الكلوتينج فاكتور راح. فعشان كده انا ممكن اعمله افصل البلازما دي في اول 6 ساعات من الدونيشن، يبقى اسمها فريش. طبعا انا ممكن طبعا دي بشيل الديوريشن بتاعها ممكن تبقى 1 يير، يعني انا ممكن يبقى عندي كيس بلازما بقاله مثلا شهور طويله 10 شهور 11 شهر ومع ذلك اسمه ما زال اسمه فريش. ليه؟ لانه هو اتفصل في اول 6 ساعات من الدونيشن. ده بالنسبه للاف اف بي. البليتليتس احيانا بحتاج لها في بعض الحالات لما بيكون في ثرومبوسيتوبينيا، عايز اخش بالفيزيت بروسيدر، عايز اعمل سيرجري، في بعض الديزيز مثلا زي الثرومبوتيك ماكرو انجيوباثي، الحاجات دي كلها بيكون فيها عندي ثرومبوسيتوبينيا، فاحيانا بلجا ليهم لو كان في انديكيشن. مش بقول الثرومبوتيك ماكرو ده كونترا انديكيت، لكن لو كان في سيفير بليدنج ولا حاجه هاي، ففي الحاله دي ممكن نبتدي نلجا ان احنا نحتاج البليتليتس. البليتليتس طبعا من الحاجات اللي اللايف بتاعها قصير بيبقى حوالي 5 دايز، وهي بتبقى باليونتس، لكن هو دايما اليونتس بيقول لك 6 يونتس او مضاعفاتها، يعني مش حاجه اسمها انا اطلب 1 او 2 يونتس، لا احنا بنطلب 6 يونتس او 12 او 18 وهكذا. ده بالنسبه للبليتليتس، فده بالنسبه للبلاد كومبوننتس بس عشان يبقى عندنا فكره ليهم. طيب دلوقتي عشان نلخص بقى الانيميا في السي كي دي، دايما احنا هنتكلم على الايرون تارجت هنا هيكون الفيريتين في النون هيموداليسيس ما بين 100 ل 500،
وفي الدايلسيس ما بين 200 ل 500، لو هو اقل من الارقام دي نبتدي ندي ايرون ونبتدي لغايه لما بيوصل ل 500، ممكن نوقف بعد كده، لكن في كل الاحوال لازم افويد ان هو يزيد عن 800 عشان ما يخشش في ايرون اوفرلود. الحاجه الثانيه ترانسفيرنس ساتوريشن، طول ما هو اقل من 20% هندي وندي لغايه لما بيوصل، بنخليه من فوق بيوصل ما بين 20 ل 40. الهايبوكروميك ريد بلاد سيلز نخليه دايما ليس ذان 6%، ده بالنسبه للايرون. قلنا هنبتدي في الهيموداليسيس او الدياليسيس لازم ما بناخدش غير اي في، ولكن في النون دياليسيس ممكن نبتدي ندي ترايل ما بين 4 تو 6 ويكس ونشوف، لو ما استجابش نبتدي ندي اي في. لكن اذا كان البيشنت هياخد اريثروبويتين او ايسز غالبا مش هيستجيب للاورال، في لازم ياخد على طول اي في. ده بالنسبه للايرن. في ناس كتيره قوي احنا ما بندي نصلح الايرن وندي دوزس محترمه يبتدي الانيما تتصلح من دون ما يحتاج ايسس ثيرابي تماما، فبالتالي هي دايما فكرتنا ايرن ثم ايرن وبعد كده نبقى نفكر في الايسس بعد كده. طيب بالنسبه للهيموجلوبين قلنا التارجت بتاعنا هيبقى ما بين 10.5 ل 11.5 12، ودايما لكن هنقول دايما انه افويد ان احنا يوصل ل 13 فما فوق عشان الريسك بتاع الستروك واللي بيحصل فيه هنا. الحاجة الثانية انه بقدر الامكان ان احنا نخلي الموضوع individualized، يعني هو طبعا الهيموجلوبين لما بيعلى شوية بيحسن الكواليتي اوف لايف، فلكن اذا كان الشخص صغير في السن وعنده يعني بيروح وبيجي وشغل وكده ممكن نخليه دايما على اعلى شويه، ممكن يبقى ناحيه ال 12، لكن اذا كان كبير في السن وبتردن والاكتيف بتاعته اقل يبقى دايما نخليه اقل عشان السايد افكتس بتاعت الاريثروبوتين. قلنا ان هو الاريثروبوتين بيرفع او الايسس بيبتدي يطلع بيرفع الريسك اوف ستروك طبعا بيبقى اعلى، وكمان اللي هو ريكرنس اوف مالجنسي، الناس اللي عندهم بيز لاين مالجنسي بيكون برضو عالي، فدايما دي البريكوشنز بتاعتنا. طيب الحاله بالنسبه للبلاد ترانسفيوجن بقدر الامكان ان احنا وي شود افويد البلاد ترانسفيوجن لانه بيعمل اللوسنسيتايزيشن وبالتالي ده بيعمل ليميتيشن شويه لفرصه الترانسبلانتيشن بعد كده، لان الشخص بيبقى عنده انتي بوديز وبالتالي نخلي البلاد ترانسفيوجن ده بس في اذا كان في ضروره كده. اكون انا خلصت اول كومبليكيشنز من السيكي دي الانيميا. ثانك يو فور واتشنج.